عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعق. اسمع ما لأرواح المؤمنين المطيعين من البشارات عند الموت، أولها وأعظمها سلام الله عليه يبلغه إياه ملك الموت، ثم يبشره ملك الموت بروح وريحان فيعلم مكانه من الجنة قبل موته، ثم تتتابع البشارات فيرى ملائكة الرحمة بوجوههم الطيبة وتخرج روحه بسهولة، ويشهد خروج الروح ملأ من الملائكة معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، ثم تفوح منه أطيب الروائح وتناديه الملائكة بأحب الأسماء، ثم يشيعه ملائكة السماء إلى السماء حتى تصل الروح إلى السماء السابعة، ثم تبكي عليه بقاع الأرض التي سار ومشى عليها، وتبكي عليه أبواب السماء التي كان يعرج منها عمله الصالح. ثم أعظم الكرامات يوم أن تصل روحه إلى السماء السابعة ينادي الرحمن: أن صدق عبدي فاكتبوا كتابه في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. أما أرواح العصاة والكافرين فحسرات وندامات حيل بينهم وبين ما يشتهون، فتتتابع الحسرات والمخازي والندامات، أولها طلب الرجوع فلا يستجاب لهم، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، ثم إذا عاين ملك الموت وملائكة العذاب يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا، ثم يبدأ القرع والتوبيخ، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ثم يقال له: يا أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، أخرجي دميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج، تنزع روحه حتى تتقطع العروق والأعصاب، ثم تلعنه الملائكة وتغلق دونه أبواب السماء وينادى بأقبح الأسماء وتخرج منه أنتن الروائح، ثم ينادى: أن كذب فاكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، ويا له من سجن وحبس ضيق مع حزب الشيطان، فأي خسارة أعظم من هذه الخسارة، يرى مقعده من النار ويضيق عليه في قبره ويصيح بأعلى صوته: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، إني أبدأك من حديثي والحديث له شجون، فأردت موضع مرقدي يوما ففارقني السكون، القبر أول ليلة بالله قل لي ما يكون.